بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا يا رب انصرنا على من عادانا يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب إنك أنت الأعز الأكرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اقضي حوائج المحتاجين أدي ديون المدينين نفس كرب المكروبين يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم يا رب إنك قلت وقولك الحق المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب ندعوك كما أمرتنا استجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم يا رب ارحم جميع أمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب إنك قلت وقولك الحق المبين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقلت وقولك الحق المبين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين وقلت وقولك الحق المبين وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم بحق القرآن وعلى من نزل وبحق آيات الشفاء اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. كل الإخوة والأخوات الذين يرجون منا الدعاء نسأل الله تعالى أن يقضي حوائجهم. اللهم نفس كربهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم نفس كربهم. اللهم اقض الدين عنهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا رب بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.